هنشيله من على وش الارض. واحنا كمان بنقول لك يا ريس اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الارض. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر برجالتها، تحيا مصر بشرطتها. صباح جديد في يوم جديد، يوم النصر، يوم 25 يناير، يوم الشرطة المصرية. الشرطة المصرية اللي ضحت من 68 سنة، اللي ضحت ب 50 واحد من رجالتها و 80 جريح في مديرية أمن الإسماعيلية دفاعا عن أرضها. هي دي مصر، هي دي رجالة مصر، هي دي اللي احنا بنقول لهم سلام ليكم يا مصريين، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم أول النهار في يوم الشرطة المصرية. ومعايا طبعا حبيت ان انا اول ما ابدا حلقتي ان اكون معايا ضيف عزيز علينا كلنا، ضيف راجل من رجال القوات المسلحه المصريه، ضحى بحياته في كل بقعه في ترابها، ولسه لغايه دلوقتي بيضحي وبيدي كل وقته وكل مجهوده. وكمان معايا شاب من شباب مصر اللي داعم دايما للقيادة المصرية. فسيبونا الأول نرحب بالسيد اللواء فوزي رمضان، رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك يا سيد، يوم جميل، يوم مشرق النهاردة، يوم الشرطة المصرية، 25 يناير، يوم عظيم، 68 سنة، ده احتفال رائع وجميل. صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك يا فندم. ومعايا كمان صديقي العزيز وإحدى رجال الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي ومفوض الحملة بمحافظة السويس، الأستاذ غريب مراد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وصباح جميل، وأجمل تحية لرجال الشرطة المصرية، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. وطبعا برحب بسيادة اللواء فوزي رمضان رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي، وليا كل الفخر ان انا موجود معاك يا استاذ سيد مع سياده اللواء طبعا. واول ما نسمع اسم الحمله الوطنيه لدعم الرئيس للاعلام السياسي هنقول يعني ايه اعلام سياسي. فطبعا لا يفتى ملكم في المدينه، معانا لسياده اللواء، يعني عايز نعرف الناس يعني ايه اعلام سياسي. والله الاعلام السياسي وفكره الحمله اصلا كانت يعني بدات 2017 الانتخابات الرئاسيه الثانيه، وامتدت بعد كده للفتره اللي فاتت ديت من شهر 6 اللي فات، وعملنا الحمله الوطنيه دعم الرئيس للاعلام السياسي. الحقيقه الاعلام السياسي له اهداف بسيطه ومش محتاجه يعني فلسفه فيها، هي ان انت داعم للدوله، دعم للقوات المسلحه، دعم لرئيس الدوله، دعم للشرطه المدنيه، دعم للحكومه. فانت يعني ظهر شعبي شعبوي للدوله وكيان الدوله. النقطة الثانية بتحاول تعرف الناس على حجم المشروعات اللي بيعملها الرئيس وبينجزها، لأن أحيانا ممكن بعض وسائل الإعلام ما بتبرزهاش كويس. احنا بنحاول نحط نلقى عليها الضوء بشكل فعال وشكل محترم، بحيث إن الشعب على كافة أطيافه من مثقفيه وفنانيه وكله يتعرف على الرئيس بيعمل إيه. النقطة الثانية في طبعا كان عندنا ظاهرة الإرهاب، الحمد لله تقريبا يعني الحمد لله في سبيل الاختفاء تماما، يعني ان انت بتقاوم الارهاب بفكر مضاد ليه، بحيث ان اولادنا وشبابنا ما يبتدوش ينحرفوا وينجرفوا في اتجاه الارهاب مره اخرى. اللي هي التوعيه. التوعيه، برافو عليك، التوعيه من كل بكافه اطيافها، توعيه سواء كدينيه، توعيه ثقافيه، توعيه اخلاقيه، كل الانشطه دي كلها احنا بنشترك فيها اي اعضاء الحمله نفسهم. بالاضافه لان انت بتعمل ندوات تثقيفيه برضك بتثقف فيها وبتحاول تجذب فيها الشباب، الشباب إلى حد كبير يعني منغلق على نفسه في السوشيال ميديا وفي السوشيال ميديا، بحيث إن هو مش عايز يشترك في الناحية السياسية. ودي إحنا بنحاول نشد الشباب في الاتجاه ده، بحيث إن هو يخرج بره العالم الافتراضي بتاعه ويبقى موجود معانا في الناحية السياسية، بحيث يبقى مشارك مع الرئيس في نشاطه. واحنا بنشوف الرئيس بيعمل مؤتمرات خاصه بالشباب، يعني معلش للرجال، لا الشباب، مؤتمر الشباب يعني بدا بوتين في سوتشي في روسيا، وكان للشباب العالم كله. وبعدين الرئيس حقيقه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني نشيط جدا في الجزئيه ديت، وبدا ينتبه بان الشباب هو 60% من المجتمع، ف
فيجب ان الشباب كله يبقوا موجودين مع الدوله، لان هم على العمود الفقري في كل حاجه. الشباب هم في القوات المسلحه، في الشرطه، هم في ورا الالات الصناعه، هم موجودين في اللي بيبنوا، هم اللي بيعملوا كل حاجه الشباب. فاذا الشباب ده او هذا الفتره الزمنيه اللي هي من 18 سنه حتى 35 او 40 سنه، انت مهتم قوي انك تجذبها الى العالم، اللي هي الفتره اللي كان فيها الثوره 18 اللي هم يعتبروا كانوا لسه. فدي بقى يمكن دي رقم ثلاثه، انت من خلال برضك التوعيه لحقوق الناس، الناس تفهم حقوقها ايه، اللي ليه واللي عليه. يعني ما ارميش المخزن الزباله في الشارع واقول اصل الدوله تشيل الزباله، طب ما انت ارميها في مكانها. طالب ان كان في ما فيش سله مملات حط، الحريص الحي يحط سله مملات في المكان اللي تحط فيه سله مملات، وهكذا. فالحمله يعني اهدافها اهداف بسيطه جدا، وهي الغرض منها هي التوعيه بكافه اشكالها وبكافه صورها، سواء من خلال القوى الناعمه بكافه وسائلها او من خلال المؤتمرات وخلال التلفزيون زي ما انا موجود مع سيادتك دلوقتي. طب انا بتكلم بقول ان احنا نحن داعمين للدوله المصريه من خلال وقوفنا وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال وقوفنا ورا الحكومه، من خلال وقوفنا ورا الاجهزه السياديه والتنفيذيه، وتشجيعنا وتقويتنا للقوات المسلحه. خد بالك القوات المسلحه بيادة الجندي ده فوق دماغتنا كلنا، يعني اذا لما بنعظم قوانا اخوانا زي قوان القوات المسلحه والشرطه وبيت الاجهزه القضاء وباقي الاجهزه السياديه في الدوله، معناها ان دوله بتبقى دوله قويه احنا بنحافظ عليها. مصر مستهدفه من فتره طويله، لان مصر اصبحت انا بقول في المنتظر القريب او القريب العاجل دوله غنيه، فكل الدول بتحاول تطمع في ثرواتها وتحاول تستولي عليها بشكل او باخر. احنا مصر بتعوم على بحيره من الغاز، مصر دوله غنيه الفتره اللي جايه، عشان كده شعب مصر بيعتز بقوته المسلحه اللي بيحافظ له على ثروته ديت والاجيال القادمه وثرواته مش لينا احنا بس، حتى الاجيال القادمه. فتحيا مصر بزعامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيا مصر بقوته المسلحه القويه. وبمناسبة هذا اليوم جميل 25 يناير فتحيا مصر والشرطة المصرية، وهذا يوم جميل. وطبعا احنا شايفين الاعلام الممول وحروب الجيل الرابع اللي احنا هنرجع لها مع حضرتك. بعد ما حابب ان انا اوجه سؤال للاستاذ غريب بالنسبه لمحافظه السويس، وشايفين الطفره اللي بتتم في محافظه السويس من طرق وكباري وانشاءات ومصانع، حابين نعرف الناس برضك حضرتك ايه الداعم اللي خلاك تخش الحملة وجات ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا هي البداية كانت اعطاء الفرصة للنفس، ان انا كشاب اديت نفسي الفرصة ان انا اسمع واتعلم واعرف بلدي بتتكلم عن ايه، واعرف يعني ايه انجازات رئيس، واعرف يعني طبعا الشباب كله. انا بناشد دلوقتي الشباب كلها، كل الطوائف وبالاخص الشباب. انا كشاب انا بدعم الرئيس بكل روح وبكل اجوائي، لان انا وطني واتولدت على تراب البلد دي. فانا بناشد الشباب رجاء نتعلم ونسمع ونقعد في ندوات تثقيفيه، سواء تثقيفيه سواء ندوات حتى لو في الشق السياسي، اعرف بلدك بتتكلم عن ايه. بالنسبه لمحافظه السويس، انا والله بقدم شكر يعني لسياده اللواء عبد المجيد صقر. حضرتك عمل طفره كبيره جدا في السويس، سواء من طرق سواء طبعا. من السويس بتنهض نهضه رهيبه جدا، احنا يعني ملاحظينها، يعني الناس كلها بالاجمع بتشكر في سياده اللواء عبد المجيد صقر. من السويس بقت فيها نهضه جميله جدا، احنا شايفين كشباب وبنتحرك. بالنسبه لدعم الشباب بقى، ده انا معلش يا استاذ سيد ده مجالي وبتكلم فيه، بناشد الشباب يا جماعه للمره يعني المره المليون. انا غريب مراد، يعني اللي عايز يفهم يعني ايه انجازات الرئيس نيجي نفهمه ونيجي نوعيه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازاته، محتاجين ان احنا نوعي الشباب ايه هي انجازات الرئيس. لازم يعرفوا يعني ايه انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الانجازات احنا لو اتكلمنا من هنا لما لا نهايه، الانجازات لا تحصى. فطبعا تحيه كبيره جدا لرجال الشرطه المصريه وامننا القومي وخاصه محافظه السويس. ومعانا مداخله من الجندي المجهول للحمله الوطنيه لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استاذ احمد علي امين عام الحمله الوطنيه لدعم الرئيس للعلم السياسي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الامل، صباح الشرطه، صباح عيد الشرطه،
بصب على حضرتك والسيد اللي هو الدكتور فوزي رمضان والاستاذ غريب مفوض عام السويس، وتحياتي لكم جميعا. تحياتي لحضرتك، احنا كنا نتمنى ان تكون موجود معانا النهارده، بس انت حضرتك موجود معانا طبعا في اي مكان، احنا لازم يبقى حضرتك موجود ومداخلتك الجميله. وحضرتك النهارده تقول ايه في عيد الشرطه المصريه؟ بقول للسيد وزير الداخليه كل سنه وانت طيب، والشرطه المصريه كلها بخير، للسيد الرئيس القائد البطل اللي شال مصر من الضياع حطها على الامن والامان، كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس، ولكل افراد الشرطه كل سنه وانتم طيبين. ان النهارده وفي وجود السيد اللواء فوزي رمضان معانا، بالنسبه للحمله عايزين نعرف الحمله وصلت لغايه فين؟ الحمد لله رب العالمين. تحياتي للسيد اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحمله، الراجل الوطني المخلص الشريف الامين بصراحه، اللي بيضحي بمجهوده وبوقته عشان خاطر يرفع شان الحمله، وده كله من اجل الوطن. الحمله الحمد لله رب العالمين وصلت اعدادها دلوقتي حوالي 12,000 واحد على مستوى الجمهوريه، الحمد لله اعضاء بيجوا لنا كل يوم بالمئات. الحملة دلوقتي منتشرة في ربوع مصر، مع الطفل الصغير بقت منتشرة، لأن بيخش على الفيس يشوف الحملة وأهدافها، الكبير بيشوفها وأهدافها، والحمد لله في توعية دلوقتي، بنقعد نوعي الناس طبعا دلوقتي في أي حتة وفي الأماكن العامة والمفتوحة، وبنقول لهم إن الدولة عملت إيه والسيد الرئيس عمل إيه، وده كله بيطلع باسم الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي. استاذ احمد كل سنه وحضرتك طيب، ودايما منور قناه الصحه والجمال. انت طيب يا فندم، واشكرك يا سيد بيه، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. سياده اللواء، هنرجع لحضرتك بالنسبه لموضوع الارهاب الفكري وحروب الجيل الرابع. احنا شايفين ان في الاعلام المموه بالنسبه في تركيا وقطر، حابين ان احنا برضك نوعي شبابنا ونقول لهم كلمه بالنسبه خصوصا في وجود اشخاص بتخرج بتبيع بلدها وبتبيع وطنها في سبيل ان هي مش قادره تحصل على حاجه بالنسبه للفساد اللي كانوا شايفينه وكانوا عايشين فيه. طبعا بلا شك الفتره اللي فاتت ديت بالتحديد، يعني اسمح لي بس انا واجي بس الشكر للاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهنيه بالعيد بتاع عيد الشرطه، لان انا ما هنيتوش بيه لكن بهنيه. السيد الرئيس يستحق كل تقدير حقيقه، يعني هو السيد وزير الداخليه وكل مديري الامن كلهم متعاونين معانا حتى، يعني والساده المحافظين، لا يعني لا يفوتني ان الساده المحافظين بيبذلوا جهد غير عادي كلهم، ومدير الامن للحفاظ على امن واستقرار وتقديم الخدمات للمواطن المصري البسيط. الحقيقه بان الشباب مستهدف من الداخل ومن الخارج. من الخارج على اديك شايف ان 5 6 7 محطات ناهيك على البي بي سي في في في, في انجلترا، وفي طبعا الجزيره بكل قنواتها، كل دول بيستهدفوا فئه مستهدفين الشباب بالذات، لان هو الشباب هو بيعتبروه هو وقود اي ثوره وقود اي تدمير لاي دوله في اي حته في الدنيا. فالشباب مستهدف، تبص تلاقي القنوات الموجوده بس سمومها من تركيا بان اي حاجه احنا بنعملها في مصر هنا اي كلام، وبان الرئيس ما بيعملش حاجه والرئيس وكلام كتير بيتقال حقيقه يعني، لكن هذا الكلام عاري تماما من الصحه. احنا ده دورنا بقى احنا في التوعيه، لان هم بينزلوا يوتيوب، بينزلوه على اليوتيوب هم اغبياء يعني بشكل يعني عارف انت ليل نهار يعني بيسوا السموم دي ليل نهار، زي اللي مش لاقي حد لا مش يعني يفضحه راح فضح نفسه. يعني حتى مؤتمر برلين اللي فات الرئيس واخد يعني استقبل الفاتحين يعني بسم الله ما شاء الله عليه يعني، ومع ذلك يحاولوا يقولوا لا اصل كان واقف يمين لا واقف شمال. يا ريس يعني انت شفت اردوغان كان قاعد فين ومين بيتكلم معاه؟ ما حدش بيتكلم معاه خالص، لان هو العثماني دوت هو انسان ارهابي وتعاون مع الارهابيين. واحنا نسينا اصلا الدوله العثمانيه عملت ايه؟ فهو عايز هو من وجهه نظره هو خياله المريض، هو يعتبر زيه زي الصهيوني اللي هو في اسرائيل برضك، اللي هو نفس النظريه ونفس النظريه ان هو الهم وايه الهم الدوله ما فيش. بس احنا شفنا امبارح يا فندم الرساله كانت قويه جدا الاستاد في الاستاد طبعا القاهره، حضرتك كنت موجود هناك الحقيقه. احنا معانا فيديو قلت له الاستاد فوق كان في فوق 70,000 وممكن يزيد يعني عن كده. الاستاد كان شباب مصر كلهم وكل الاسر المصريه كانت ممثله هناك وموجوده، كل الحملات وكل الاحزاب وكل الدنيا كلها حقيقة. دي كانت اكبر رساله احنا شايفينها هم ايوه بص شوف عامله يعني مصر كلها موجوده مشهد يعني على ما اظن لو الاهلي والزمالك بيعملوا لا دي بتدل بص بتدل على قوه وصلابه الشعب المصري وايمانه ببلده وبالرئيس الفتاح السيسي وبحكومته وبجيشه وبشرطته. الشعب واعي الشعب واعي بدا لا ما عادش حد يضحك عليه تاني. الشعب بقى واعي فاهم يعني ايه دوله،
يعني ايه يعني ايه احنا بايدين ايدينا في بعض؟ الرئيس ما لا بقول احنا ايدينا في ايد بعض، دي قوه، لان ما ينفعش الرئيس بيبني واحنا في حد فينا بيهد، لا كلنا بنبني، كلنا في خط واحد. صحيح ممكن واحد يتاخر ان هو ما توظفش شويه، لكن الوظائف يعني الايام اللي جايه دي وظائف موجوده في كل حته، يعني في حتى هنا اعلانات على التلفزيون دلوقتي، اعلانات وظائف في كل مكان دلوقتي في مصر، ما عادش ان الناس تطلع تروح السعوديه او تروح الكويت، ودول اخواننا وحبايبنا وبلادنا جميله، ولكن بقت مصر اولى بابنائها بحرفيها بمذيعيها بدكاترتها بكتابها وهكذا. طبعا طبعا احنا شايفين مشهد رهيب، احنا كانت دي اكبر رساله بنقدمها للعالم كله، للعالم كله، مش هنخص حد، احنا من المغرب خلاص، احنا ما الاول ممكن كنا ممكن نقعد ونسمع ونحلل ونرد والكلام ده، ما بقاش في وقت نرد فيه، وزي ما قالها سياده الرئيس احنا ما بنردش، الرد بتاعنا بقى عملي دلوقتي، بقينا نشوف الارض على الارض الواقع شكلنا بقى ايه، شايفين الناس دي كلها طالعه من الصبح لغايه المغرب، على ما اظن ان الفيديو ده متصور من بعد العصر، هم من الصبح وهم في الاستاد، فده اكبر دليل ان شعب عنده عزيمه وعنده اصرار وعنده مروءه ان هو يبعث رساله في اي وقت وطول الوقت لاي حد يحاول يتعدى على الارض المصريه. دلوقتي الصوره اللي حضرتك شايفها ديت، الشعب كله بيبعت رساله للخارج وللداخل، للخارج بقول له احنا خلف قيادتنا، احنا الشعب المصري اهو ايد واحده، ده المنظر ده بيقول كده بانتظام وبانضباط، يعني ما فيش حركه اي حاجه ولا تحرش ولا اي حاجه، ما فيش لا ما فيش اي حاجه، حاجه جميله جدا، حاجه امبارح بيدي صوره للخارج، على اظن هم امبارح ما كانش في رد اصلا عندهم، يعني لا ما فيش رد. احنا استاذ غريب راي حضرتك ايه في المشهد اللي كان موجود ده؟ يعني خصوصا كان محافظ السويس مشاركه بفعاليه كبيره. حضرتك الفيديو ده رساله وطنيه تقشعر لها الابدان بامانه، يعني انا شايف الفيديو ما شاء الله، يعني اي حاجه يعني فيها تجمع وطني الناس بتنزل عشان تثبت للعالم كله يعني ايه مصر. انا واحد من الناس جسمي بامانه بيقشعر من كتر اللي انا شايفه من تكاتف الناس ومن الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه دي حاجه مهمه جدا يا استاذ سعيد. طبعا بالنسبه للسويس، دور الحمله معايا في السويس، احنا دورنا التوعيه، وكما قال سياده اللواء فوزي رمضان نوعي الشباب اللي انا منهم، الشباب لازم يتوعى كويس جدا، نديله الدور التثقيفي يعني ايه وطن، وقلتها في الحلقه اللي فاتت حضرتك يعني ايه وطن، نزرع الاول فيهم الانتماء الروح الوطنيه، يعني لازم نزرعها جواهم الاول، عشان طبعا وهم اكيد عارفين وقلتها كتير في كذا ندوه ان يعني ايه وطن. الناس ما تعرفش يعني ايه وطن، لما هو ما يعرفش يعني ايه وطن هتعرف يعني ايه انجازات رئيس؟ لا طبعا. ما ده بقى اللي احنا هنجيبه اكيد، لازم سياده اللواء النهارده في مفاجاه هتقول لنا عليها بالنسبه للحمله في 2020. والله يا استاذ سيد انا طبعا بشكرك على يعني سيادتك مؤيد الحمله والدوله المصريه بشراسه، يعني حضرتك احنا مؤيدين، واذا كنا احنا بيتقال علينا ان احنا متطبلطيه للدوله، انا سعيد جدا ان اكون اكبر مطبلاتي في مصر، واحنا نطبل لبلدنا اروح اطبل في قطر ولا اعمل ايه؟ بحب بلدي وبفتخر بيها وبفتخر برئيسي وبفتخر بحكومتي وبفتخر بجيشي وبشرطتي وبشعبي الجميل المحترم. طبعا طبعا الحقيقه ان احنا قعدنا نفكر في قيادات الحمله وعلى راسهم المهندس علاء السعداني ورمضان المستشار النائب الاول اللي هي المستشار رمضان عزام ومجموعه القيادات كلها، و طب نعمل ايه جديد عشان نجذب الشباب لينا ويبقوا معانا في الشق السياسي ويبقوا حاسين ببلدهم، حاسين بالانجازات اللي بيعمله الرئيس. فما قلناش ان احنا نعمل بوابه الكترونيه للشباب ونعمل، وده حدث هيبقى جميل جدا احنا شغالين فيه، خلال شهر ونص ان شاء الله هيكون بقى موجود على الواقع، ونعمل جريده برضك خاصه بالشباب ليها، دي احنا بنمارس فيها كل انشطه الشباب. الشباب ممكن بيخش في الشعر، بيخش في الالقاء، بيخش في الفن، بيخش في حتى في الوظائف، يشوف الوظيفه تناسبه وهكذا، يبقى يعني في تلاحم وتجانس بين الشاب وبين المجتمع وبين القيادات بتاع الدوله. بالمناسبه دي برضك انا بقدم التحيه لشاب من شباب الحمله اللي موجودين، الاستاذ احمد. الاستاذ احمد قايم بدور كبير قوي في موضوع اللي هو تشغيل الشباب، واللي دايما بيبقى همزه وصل من خلال الحمله، انا متابع مجهوده، طبعا ده مجهود يشكر عليه، لازم يتقدم له.
انا في نهايه الفقره كان نفسي يكون الوقت اكبر من كده في وضيف الاستاذ اللي هو الدكتور احمد رمضان فوز رمضان، بشرف بحضرتك دايما والاستاذ غريب شرفت بيك يا فندم. اهلا بكم وكل سنه وانتم طيبين. هنطلع لتقرير من معرض القاهره الدولي للكتاب ونرجع تاني مع ضيفنا الشاعر محمد بيه. عليكم يا مصريين من داخل ارض المعارض للدوره ال 51 وتحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده هنخش المعرض، هنشوف لقاءات الناس، هنشوف ارائهم في المعرض، ونكونوا معنا كل عام وانتم بخير. الله يسلمك الأستاذ سعودي بوزيد من الجزائر. أهلا وسهلا بك على أرض مصر. الله يسلمك وينورك. اليوم حدث ثقافي بارز وهو افتتاح المعرض الدولي للكتاب بالقاهرة، يعني هو ما رافقه من فعاليات في محاضرات وأمسيات شعرية وكذا، وهذا ينم عن مدى وأهمية هذا الحدث الثقافي البارز في الوطن العربي أو في المستوى العالم. يعني عرف حضرتك دكتور منى لطفي. الكتاب موجود هنا؟ طب ايه اكتر حاجة لفتت عليك المعرض السنة دي؟ المعرض ما شاء الله يعني مليان كتب كتير وفي قراء كتير، ومن اول يوم في اقبال جامد على المعرض، ده غير اساسا الطوابير بقى الحمد لله ربنا نجدنا منها. يعني حضرتك يعني من الكتاب اللي هم حضرتك تحب اللي هم يبقوا مقبلين على المعرض ولهم كتب معروفه عندك تحب الكتاب اللي بقى في المعرض؟ يعني في كتاب كتير جدا وما شاء الله معظمهم كمان من الشباب، يعني سواء بقى روائي او سواء شاعر فيلسوف، في كتير. فمثلا عندنا ما شاء الله محمد باهي، يعني ده شاعر ممتاز. يعني انا شخصيا طبعا معرض القاهره للكتاب ودور النشر كان لازم ناخد راي اصحاب ادوار النشر. نتعرف بحضرتك. جمال سليمان مدير دار بيبلومانيا لنشر والتوزيع. استاذ جمال راي حضرتك ايه في المعرض السنه؟ والله هو المعرض السنه دي انا بشوفه انه امتداد لنجاح السنه الماضيه. السنه الماضيه كان الناس متخوفه كتير جدا من نجاحه، وفي بعض الناس رهنت على نجاح المعرض، والحمد لله كان ناجح جدا العام الماضي. ونجاح المعرض ده كان باين من اول يوم. انا برايي انه الحضور الجماهيري الكبير ده يعني في اول يوم معرض ده اكبر دليل على ان المعرض ناجح السنه دي. تعرف حضرتك احمد محمد صابر حبيبي. احمد اكتر حاجه لفتت حضرتك في المعرض السنه دي؟ يعني الف ب تنظيم، وده اللي لازم اقوله. يعني المعرض السنه دي منظم جدا عن ما كنا بنشوفه قبل كده، واتمنى ان الموضوع يستمر كذلك ال 13 يوم الجايين. وبالنسبه للاقبال في اول يوم؟ لا ده معرض الكتاب لازم يبقى فيه اقبال، يعني معرض الكتاب لازم يبقى عليه اقبال. احنا في مصر احنا بنحب القرايه والكتابه، فلازم يبقى فيه اقبال، ده حاجه طبيعيه. اكبر كتب بالنسبه للاعوام القادمه اللي فاتت والسنه دي اللي هي على اقبال كتب ايه؟ والله الماركتنج او الماركت بتاع الفانتازيا حاليا هو المنتشر، لكن بسم الله ما شاء الله احنا عندنا السنه دي اكتر من حد كاتب شعر. عندنا استاذ محمد باهي، عندنا ناس كتيره جدا بتكتب في الشعر السنه دي، في عليهم اقبال اكتر من السنين اللي فاتت. تعرف بيك عبد الرحمن حجازي. ده اول مره تيجي المعرض؟ لا مش اول مره، دي رابع سنه تقريبا. تغوي الكتب الشعريه؟ انا بحب اقرا شعر كتير جدا، بالذات عمي او فصحى، بحب الاثنين. اكتر واحد من كتب الشعراء اللي انت تحب تتابعهم الحاليين؟ استاذ محمد باهي طبعا، عامل ديوان والدواوين بتاعته كلها جميله جدا، وبتابع
حاليا برضو بتابع الشاعر فاروق جويده كتير، وبالنسبه لل في بقى بتابع شاعر عامي برضو. تمام. النهارده في عيد الشرطه. كل سنه والشرطه المصريه بخير وتحيه مصر. النهارده في عرض المعارض، ايه رايك في المعرض الكتاب؟ جميل، انا بشتري منه كل سنه. طب السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت؟ مختلف، في حاجات جديده. زي ايه؟ كتب روايات، يعني مش عارفه اقول لك اسامي. سلسله الجوائز مثلا اللي فيها كلها حلو. وفي اخر تقريري حبيت النهارده ان انا اكون من المنطقه اللي انا بديت منها، صوره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول لحضرتك شكرا، شكرا لحضرتك على كل ما بتقدمه من مجهود للمصريين. نرجع للاستوديو مع الكاتب محمد باهي ضيفنا النهارده. حلم صريع وعلى الأعراف ما بين فراق وعناق، وآخر كتاباته آخر قطرات الحنين. معايا الكاتب الشاعر الجميل محمد باهي. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتشرفت بحضرتك جدا. نجاح باهر للكتاب الأخير آخر قطرات الحنين. الحمد لله الحمد لله. أنا مش عارف أقول إيه، أنا رحت معرض الكتاب أعمل تقرير لقيت كل واحد يقول لي محمد باهي. مشكلة انا كنت رايح لك بس لقيت اساسا الموجودين كلهم بيقولوا الحمد لله فضلنا ربنا الحمد لله. نحب نعرف الناس بالنسبه للثلاث روايات، هل في اكتر من كده؟ وبعدك تعرفنا ازاي ابتديت المشوار بتاع حضرتك. انا اسمي محمد باهي، من مواليد القاهره 84، خريج اداب عين شمس. انا من وانا صغير انا بحب القراءه جدا، وتقريبا احنا يعني الشعر احنا متوارثينه. فانا عندي اخواتي اللي اكبر مني دايما بيكتبوا شعر وكده، فكنت بحب اقرا ليهم، وبقرا طبعا كتب عندنا في البيت. وانا كنت من الناس اللي بتحب تستعير الكتب من المكتبه بتاعه المدرسه جدا. يعني اول حاجه كتبتها كان عيد الام، وكانت والدتي مسافره وهترجع في نفس اليوم، واخواتي بقى هيكتبوا لها حاجات وكده، وانا كان نفسي اعمل زيهم. فكتبت اول قصيده ليها، كانت حاجه صغيره للاسف انا مش فاكرها، كمان اللي كنت صغير جدا، كان 12 سنه تقريبا او حاجه زي كده. بس اللي هم مش عارفين مين اللي كاتبها، انا او اخويا الكبير او اختي، بس خطي هو اللي وضح يعني. فكانت اول حاجه كتبتها وكنت سعيد جدا، وابتدت بقى موضوع الشعر معايا على طول. خطك مميز. الحمد لله. يعني خطك مميز. نعرف كده ان بقى اخواتك كلهم خطهم وحش. انا عندي، لا مش خطهم، يعني انا خطي شبه خط والدي جدا، ووالدي كان من الناس اللي خطهم تقريبا كرسم، مش يعني مش خط كده، خط مرسوم. عندي اخويا الكبير خطه ما شاء الله، اخويا باهي شاهين خطه تحفه ما شاء الله. تمام. طب بالنسبه لمعرض الكتاب ودور النشر اللي موجوده مع حضرتك، احنا كنا قابلنا استاذ جمال في درب بلومانيا، وهو صراحه يعني شخصيه محترمه جدا، ومن الناس المقدرين للثقافه، وبينشئ يعني هو عامل الموضوع لنشر الثقافه اكتر من ان هي دار نشر او كده. احنا بدك عايزين نوعي الكتاب معانا لاختيار دور النشر. والله هو الموضوع ما يبقاش موضوع النشر في مصر صعب جدا، لان دور النشر كتير جدا وسياساتها صعبه ومجحفه للكاتب، وبيطلبوا منهم مطالب صعبه جدا. احنا ربنا كرمنا الحمد لله ان انا كان معايا استاذ هاني النجار، ده اول حد خد بايدي في موضوع النشر، هو اللي طلب مني ان انا انشر صراحه، وكان شخص محترم جدا، وبيدور على ان هو يزرع فكره الكتابه والقراءه في الناس قبل اي شيء، وكان حابب يعمل دار نشر من اجل ان هو يسعد الناس، ليس الا، وتقريبا ما بياخدش حاجه من الناس اللي بيحب ينشر لهم. هي دار لوتس للنشر اللي انا نشر معاها الثلاث دواوين بتوعي. شخصية محترمة جدا، وشخصية فوق الاحترام جدا، ومثقف جدا، وشخص واعي جدا. فأنا بنصح كل كاتب ان هو قبل ما ينشر مع أي دار نشر يدور على اللي هيقدم له قيمة، يقدم له، يحافظ على كتابه، يحافظ على إبداعه، ما يبقاش مجرد ان هو بضاعة، ما يتعاملش مع الكتاب ان هو بضاعة.
انا لاحظت ان في الروايات ان اختيار الغلاف الغلاف يعني حتى فوجئت ان لما سالت قالوا لي ان موضوع الغلاف ده بيبقى هو اللي بياخد وقت بياخد وقت لانه لازم يعني انا كمحمد مثلا بحب جدا ان الغلاف يكون يعبر عن المحتوى مش غلاف جذاب وخلاص وانا من النوع اللي ما بشتريش كتاب بناء على غلافه انا بشتري كتاب بناء على المحتوى او كده فانا احب جدا ان الغلاف بتاع الحاجه اللي هقراها يعني انا الثلاث دواوين اللي انا عملتهم كنت مركز جدا في موضوع الغلاف والحمد لله يعني كل غلاف ليه المحتوى بتاعه الغلاف بيعبر 100% وكل الناس الحمد لله اللي قرات الدواوين يعني مبسوطه جدا من الموضوع ده اخر غلاف طبعا اخر قطرات الحنين الولد اللي عامله هو ولد رسام وفنان جدا اسمه عبد الرحمن عنده 18 سنه او 19 سنه بس ما شاء الله عليه فعلا هو قعد معايا تقريبا 10 دقائق قلت له فكره الديوان ما شاء الله الله اكبر تاني يوم بالظبط كان الديوان عندي مرسوم كما تخيلته بالظبط والله طب بالنسبه بقى لاخر قطرات الحنين عايزين برضك نفتح الكتاب ونحاول ان احنا اكتر حاجه شدتك في بالنسبه لقراءاتك اللي موجوده في هو انا شخصيا والله انا بحب كل كتاباتي يعني انا ما فيش حاجه اكيد في حاجه كده بتاثر فيك او كان ليها او كان ليها ذكرى عندك او جات لك في وقت انت يعني ما كانش وقته في قصيده في الديوان عندي اسمها لا حلم بعد اليوم القصيدة دي أنا بحبها جدا وأكاد أقول إن هي خارجة من روحي فعلا يعني. نسمع حتى؟ هي بتقول أنا لست أملك غير قلبي المنكسر أنا ليس عندي غير بعض الأمنيات صوت الحنين قد ليلي من قبل وانتهك غصبا في عيوني الذكريات أنا كنت قد غلقت أبواب الهوى وانطلق دمعي شاحبا صوب الجهات يدي ما عادت تكفكف دمعي وارتد صوتي يعلن في وجه السكات عمدت حلمي على ضريح الراحلين كفنته وصلبت ما تبقى من الرفات وجلست أرثي بعد كسر هشاشتي صدحت حروفي مولولة كالنائحات لا حلم بعد اليوم لا حلم للأبد هل تذرع الأحلام في تربة الخيبات لا ترثي نفسك يا صديقي ولا تهن كل الحجارة في النيران متشابهات كل القلوب قد أدماها حنينها طوفان حزني أمواجه عاتيات أنا لست نوحا حتى أطفو فوقه قلبي كفلك هشمته المهلكات الله الله يعزك الله يعني أنت أكترية كتاباتك بتبقى باللغة العربية الفصحى أنا بميل جدا للغة العربية الفصحى وأنا من عشاق العربية الفصحى لكن انا بكتب عاميه وبكتب فصحى وبحب الاثنين جدا يعني طب نسمع حاجه عاميه في حاجات انا كنت كاتبها في اكتر حاجه مثلا كنت كاتبها بذكرى وفاه والدي اللي فاتت الله يرحمه ويحسن اليه يا رب ووالدي كان صديق قبل ما يكون اب فرحمه الله عليه ربنا يرحمه ويحسن اليه يا رب كنت كاتب بتقول بتزيد دموعي كل ما افتكرك ويزيد أنيني من حنين لقياك سايب لي إيه غير وجعي من بعدك وذكرياتي لدروس حياتي معاك بقى يابا تمشي ويهون عليك بعدي طب كنت خدني حتى يومها معاك أنا قلبي يابا ولا مشتاق لك حتى حيطان البيت كل اللي سبته وراك حضني اللي كان آخر مكان بينا ضلوعه مشتاقة ليوم تكون حضناك عيوني يابا الدمعة قاتلها تتمنى يوم إنها تنول حلا رؤياك طب هان عليك حضني في يوم ما فارقته ده أنا أنسى روحي لو في يوم هنساك إيديا يابا بقي على عهدنا ما بنمشي يوم والله إلا على ذكراك وإن كان حقيقي في يوم هنتجمع ياريت ساعتها ما تسيبش إيد مسكاك عليك سلام الله وفيض من الرحمة ودعواتي يجي اليوم إلا الدفن وياك رحمة الله عليك ربنا رحمة الله عليك نعم ربنا يرحم أمتنا وأمت المسلمين جميعا يا رب العالمين طب ممكن تقول ألو 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 السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أمي ازيك يا أستاذ
محمد. انت ست الكل. انا محمد، انا فخوره بيكوا قوي والله، فخوره بيكوا. احنا اللي لينا الفخر والشرف ان انت امنا والله. فخوره بكتاباتك يا حبيبي، وكنت دايما بشجعك، انت كنت بتتكسف حتى تقولي الشعر بتاعك. مشجع الاول ومستمع الاول لكل القصائد يا ماما. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لي يا رب. انا بحب قصايدك قوي وبتخش روحي وقلبي، وقلت لك والله هتخش روحي. ربنا يخليك لينا يا ست الكل، ودايما كده على راسنا. النهارده بهنيك يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انا يا حبيبي بهنيك يا حبيبي، ما تحرمش مني. انا فخوره بيكوا قوي يا محمد. ربنا لا يحرمنا منك. ومحمد ده ربنا يخليك لينا. كل صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ سيد؟ ربنا يخليك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذ سيد. ايه رايك في كتابات الاستاذ محمد؟ بما بس بعيده عن موضوع الامومه، يعني عايزين برضك ايه، بعيد عن موضوع الامومه. انا ست بسيطه، بس من صغره بيكتب، وانا بشجعه على الكتابه، وبقول له دايما كتاباتك بتخش الروح والقلب، وكان بيتكسف. كان بيتكسف، بقول له اعلنها يا محمد، يقول لا بقى. يعني هو من طبع اللي هو خجول يا امي؟ بس يعلنها. يعني هو من طبعه هو خجول، يعني دايما كل ما اكلمه على ايه دايما عندهم الخجل شديد بصراحه. حتى لما كان يجي عندنا ضيوف في البيت واخليه يقول حاجه، بعد ما يمشي يقول لي معلش يا ماما بعد كده ما تقوليليش اقول حاجه. يعني هو ده حتى في البيت كده برضو؟ حتى في البيت كده. ربنا يخليه. حتى في البيت كده. ربنا يخليه لك بقى. استاذ هاني الله يكرمه، هو اللي شجعه. طب بما ان بدخل الحديث الجميله، وكل ما اكلمك لازم اسمع دعوتين، فقالت بتدعي لنا دعوتين كده على الهواء. دعوه كده كويسه للاستاذ محمد. ربنا يحميك ويحمي مصر. انا بس بعد اذن حضرتك، بعد ما هنت الاستاذ محمد، عايزه بس اقول كلمه لمصر. اتفضلي. يا سلام. ربنا يا رب يحمي مصر، الله يحمي مصر وشعب مصر وجيش مصر وشرطه مصر، ويحمي الرئيس ويحمي الرئيس ويخلي لنا الرئيس، ويحمي الأمة العربية ويرجعها كما كانت يا رب. اللهم آمين يا رب يا أستاذ سيد. اللهم آمين. وأنا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل القائمين على البرنامج. ربنا يخليك لينا يا رب، وما احناش من دعواتك. الله يخليك يا أستاذ سيد. وبعدك أنا منتظر فرصة، وببعت تحية لوالدتي اللي هي دايما داعمة ليا ولأسرتي. الله يخليك يا أستاذ سيد. ومش بعيد على باهي محمد باهي، ولا بعيد عن باهي شهير، ان هم يقولوا اشعار لمصر، لان باباهم كان بطل من ابطال 73. ياه، بدك حضرتك قلت لنا معلومه جديده هنعرفها دلوقتي. بطل طبعا من 73. الله يرحمه. ربنا يرحم امواتنا جميعا، ويخليكم لينا ويبارك لنا في دعواتكم. شاكرين داخل حضرتك جميلة. ربنا يكتبوا لمصر. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. يبين انت متعلق بوالدتك قوي. والدتي هي يعني احنا ناس بسيطه، ووالدتي ست بسيطه جدا وطيبه لابعد مدى، الناس اللي هي على الفطره، وهي صاحبتي. يعني انا والدي ووالدتي، انا الصغير في اخواتي، فكان ليا الشرف ان انا اكون صاحبهم، مش ابن واخ. فالحمد لله والله. يعني والدتي هي من اكتر الناس الدعم ليا، يعني هي اكتر حد اصلا كانت بتقعد تدعي ان انا انشر حاجاتي، لحد ما قابلت استاذه هاني. طبعا هي عارفاه، فبتدعي له ربنا يا رب يتقبل دعائها لي. شخصيه محترمه جدا، وهي كل حاجه بكتبها لازم هي اول حد تكون بتسمعها، وهي عندها ذائقه فنيه رهيبه، فتقول لي لا دي مش حلوه، فخلاص دي طي النسيان، لا دي حلوه جدا فدي للكتاب خلاص. يعني هي رايها الراي الاول. الوحي جالك يعني اول قصيده كانت حلم سريع؟ القصائد كانت بادئه معايا من البدايه، واول قصيده زي ما قلت لحضرتك كانت بتبقى لوالدتي. ازاي جالك الوحي انك تمسك قلم وبتكتب؟ برضه احنا في ناس اكيد عندها مواهب كتير بس مش قادرين يوصلوا لها، مش قادرين يوصلوا لاول الطريق. اكيد عايزين يعني ندي برضك نبذه. يعني احنا دايما في البرنامج حابين التوعيه للشباب، وان ازاي تبدا على طريقك والبدايه الصح اللي انت تبدا بيها. هو المعرفه حق مكتسب لكل فرد ربنا خلقه، هي المعرفه دي اكتر حاجه المفروض يعملها. المعرفه لا تاتي الا من على الاطلاع والقراءه. فكل الناس المفروض، يعني احنا طبعا في مبادرات في مصر كبيره جدا من زمان جدا، القراءه للجميع ومهرجان القراءه، وعندنا طبعا المكتبات مصر العامه اللي منتشره في كل حته. الناس غايب عنها الكتاب، الكتاب ده اهم شيء في الكون، ان احنا لازم نقرا. عندنا مثلا في العهد القديم مثلا كان اول كلمه اتقالت ان
في البدء كانت الكلمة والكلمة هو الله. الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ. الكلمة ليها مدلول وليها استفهام وليها كل شيء يدل على كل شيء. الناس لازم تقرأ عشان تعرف وتتعلم. بعد كده يعني القراءة بتنمي كل شيء جواك، ومن هنا هيبتدي يتحط ايده على اول طريق النجاح، يكتب شعر، يكتب قصة، يكتب. عندنا مبدعين في مصر، مصر اصلا اصل الابداع يعني، فده اساسها القراءة طبعا. معرض القاهرة للدولي للكتاب احنا كنا موجودين فيه، واكترية الناس اللي اتعامل معاهم التقرير اتكلموا على طريقه التنظيم اللي كانت موجوده في المعرض. المعرض مبهر. اه مبهر. لا ايه الابهار اللي احنا وصلنا له بالنسبه للعوامل اللي فاتت يعني؟ في هقول لحضرتك الرقي في التعامل، التنظيم التنظيم التنظيم، الشياكه والنظافه والتصميمات الرائعه، التنظيمات الهائله، الفعاليات الرهيبه اللي بتحصل كل يوم، التعاون ما بين دور النشر، التعاون ما بين إدارة المعرض نفسها وما بين الجمهور، تسيير الأمور وتسييرها للجمهور وللكاتب وللناشر. الصراحة معرض القاهرة الجديد، احنا كنا طبعا الأول في مدينة نصر، بعد كده اتنقلنا التجمع، حاجة معجزة فعلا، وفعلا حاجة تشرف يعني. احنا معنا أصدقائنا كتاب من المغرب، من تونس، من الجزائر، من الأردن، كانوا بيقولنا في الأعوام اللي قبل كده ما كانش بتبقى حاجة على المستوى. هم لما جينا بقى وروحنا التجمع قالوا يعني هي دي مصر أم الدنيا فعلا، حاجة مشرفة بحق. شفنا يعني حد من الجزائر كان معنا في إحدى الكتاب الجزائريين وأشاد بده فعلا. بس إحنا بدك حد ما نرجع للموضوع ده، معنا مداخلة من الأستاذ أحمد جابر. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير. معنا الكاتب محمد باهي ومع حضرتك، و حب توجه له سؤالي. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا حبيبي، مشرفني. كل سنه وانت طيب. وانت طيب ومصر كلها طيبه وبخير يا رب. استاذ احمد، عايزين يعني ايه اكتر حاجه بتشد حضرتك بالنسبه للاستاذ محمد ككاتب او روائي؟ صراحه في كتير يعني، هو التنوع اللي هو فيه في الكتابات بتاعته، الشعر، في الحالات حالات كتير جدا ما بين الحزن والامل والفرح والشوق، حاجات متنوعه جدا هي اللي بتشدني، خاصه ان هو كمان في احساس شديد جدا بيبقى موجود جدا، موجود في الشعر بتاعه، ودي حاجات بتشدني جدا فيه. زي ايه كده؟ انا حضرتك قريت اخر روايه دي، اخر قطرات الحنين. آخر قطرات الحنين. قريت شوية فيها. طب هو إيه أكتر حاجة بتشدك؟ ماشي أستاذ أحمد قطع. ماشي أستاذ محمد، ابتديت حاجة تانية ولا خلص؟ أنا ابتديت ان شاء الله يعني في روايه كده، وربنا المستعان ان شاء الله. هي قائمه على فكره مختلفه عن اللي موجوده، هي روايه اجتماعيه، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني فيها ان شاء الله، ستكون في المعرض القادم ان شاء الله. طب نسمع حاجه بنسبه الشرطه المصريه. والله هو انا كنت كاتب حاجه النهارده ان شاء الله، عيد الشرطه المصريه 25 يناير. كل سنه ومصر كلها، كل سنه ومصر كلها بخير وامان يا رب، اللهم امين. فكنت كاتب أنا من أرض السلام محبتي، والنيل يجري محملا بسلامي، إن كنت من الصعيد فمرحبا، ومن الشمال عذوتي أخوالي، لوني كطمي النيل سواده، روحي فيها تعشق ترحالي، هي العزيزة بطعم عروبتي، مصر البهية نغم على موالي، وحباها رب العباد مهابة بين الشعوب بحفظه المتعالي، وزرع الأمن بين ربوعها برجال شرطة كأعظم الأبطال، اليوم عيد لدرع أماننا، رجال شامخون كقمم الجبال، صدقوا عهد الله وإيمانهم، قوي راسخ في عقيدة الأجيال، حرموا جميل العيش لأجل بلادنا، ضحوا بكل نفيس وغالي، حملوا الأمانة وهم أهل لها،
حموا البلاد في غمرة الأهوال، عجزت حروفي أن تعطيكم قدركم، فدعوت رب الخلق ذو الجلال أن يجعل النصر الجميل حليفكم ويديمكم درع الأمان العالي. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب. حبينا نكون ده مسك الختام لبرنامجنا النهاردة وحلقتنا معاكم. ألف مليون شكر وتحية للشرطة المصرية، وتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية لكل مصري بيحب بلده وحابب ان هو نازل النهاردة عشان نازل شغله، نازل يحميها، واقف على حدودها، شغال في بناها، شغال في طرق في الطرق، شغال في تعميرها. شكرا لكل واحد موجود على أرضها وبيحميها وبيدافع عنها، ومفيش مكان ليكم على أرضنا يا اللي بعتوها في الأول، ولا قابلين أي اعتذار من أي شخصية. بعد النهاردة مصر قفلت على أولادها، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.